وللوقوف أكثر على التقرير الدوري الذي أصدره القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق بشأن آخر التطورات السياسية في العراق والعالم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، أصدرتم تقريرا دوريا في القسم السياسي للهيئة عن الحالة السياسية في العراق، تضمن عدة تبويبات ومحاور، ونبدأ بما أصدرتموه في التقرير من وقوف على وضع الدستور الحالي الذي وضعه الاحتلال الأمريكي عام 2003. والسؤال يدور عن تفسير مطالبة رئيس المحكمة الاتحادية بتعديل الدستور الحالي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. يعني للأسف هذا الدستور الذي اعترفوا اليوم بأنه قد بني على باطل وأنه قد جاء على حين غفلة، وأن الظروف في وقتها تطلبت أن ينشأ ويظهر بهذا الشكل، اليوم ينادون إلى إعادة كتابته. لكن الحقيقة لو نظرنا إلى نتائج هذه الدعاوى دعواهم وماذا يريدون، فإننا سنجد أن هنالك اختلافا كبيرا بين ما يقولوه هؤلاء اليوم وبين ما حددته القوى الناهضة للاحتلال والوطنية ومنها هيئة علماء المسلمين في وقت مبكر. حتى قبل أن يظهر إلى العلن هذا الدستور، وبدأت المشاورات فيما بينهم، فالهيئة ومن معها حددوا الأسس الباطلة التي قام عليها هذا الدستور، ولا سيما تلك القنابل التي موقوتة التي تؤثر أو تنذر بمآسي كبيرة في البلد وفعلا ما حدث منها في السنوات الماضية. أما هؤلاء دعواهم فإنهم يريدون فيها ليس إصلاح ما أضر بالعراقيين وما تسبب في المآسي للبلد، وإنما لتزيين مصالح بعض الكتل على حساب بعض الآخر وتحسين مواقعهم السياسية. من هنا جاء التباين بين نتائج دعواهم وآثارها وما تدعو إليه القوى الوطنية للمناهضة للاحتلال. من ناحية أخرى دكتور، يظهر واضحا موقف الهيئة من هذا الدستور الذي وضعه الاحتلال في 2003، وبعد كل هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبيا، يظهر مصداقية رؤية الهيئة التي كانت تقول بشكل واضح بأن هذا الدستور له مخاطر كبيرة على العراق وعلى مستقبله. بالفعل هذا ما حصل وهذا ما أكدت عليه الهيئة منذ البداية، ولا سيما في عدة بيانات وفي دراسة ظهرت في حينها، دراسة قانونية علمية وهي مطبوعة بالمناسبة وموجودة إلى الآن ومن ضمن أدبيات الهيئة وعلى موقعها الرسمي، ومن أراد الرجوع إليها فيمكنه ذلك ليعرف أنه ما هي الأمور والنقاط التي شخصت فيها الهيئة هذا السبب وهذه المخاطر والمخاطر الكارثية والتي فعلا تحققت كثير منها على أبناء الشعب العراقي. أما هؤلاء الذين يعترفون اليوم بأن هذا الدستور قد بني على عجل في حينها، فإنهم لا يريدون إصلاح هذه النقاط التي تسببت بالكوارث للشعب العراقي، وإنما يريدون تزيين مواقعهم ومكاسبهم السياسية كما يسمونها. في نقطة أخرى دكتور، التقرير تحدث عن نزوح سكان القرى في ناحية مكحول بمحافظة صلاح الدين، وسؤالنا يدور إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات بحق شريحة ومناطق معينة في العراق؟ وهي جريمة كبرى، جريمة هذا التهجير. يعني هؤلاء حقيقة هم ليسوا نازحين وإنما مهجرين في حقيقة الأمر، وشتان بين النزوح وبين التهجير. لأن النزوح أنه يكون هنالك انتقال طوعي من الناس بسبب تهديد على حياتهم، أما هؤلاء فإنهم هجروا وإن كان لم يعلن بشكل صريح. يعني لما جاءت القوى الأمنية التي هي يفترض أن تكون راعية لحماية راعية لأمنهم ومسؤولة عن حمايتهم، تأتي إليهم وتطلب منهم الانتقال لأن هنالك ما يهدد حياتهم، فحينئذ يكون هذا تهجيرا مبطنا. نعم. وهذا
وإن لم يسميه يسمونه تهجيرا، لأنه من الجانب الآخر يدل على فشل هذه القوى واعتراف بأنهم لا يستطيعون تأمين حياة الناس. هذا التهجير دكتور المتعمد بلا شك أن له تحول أو تأثير كبير وجذري في تركيبة المجتمع العراقي، ومن ثم ترتيبات علاقاته بمحيطه لا سيما العربي. هل تنظرون إلى خطورة الموقف بهذه الصورة؟ بالتأكيد، يعني هو لا يتم بشكل عبثي أو بشكل فردي، وإنما ضمن منهج به هذه الأدوات، سواء كانت القوى القوى الأمنية الرسمية أو الميليشيات الأخرى، الألوية الأخرى التي تسمى الحشد وغيرها. هؤلاء جميعا هم أدوات لتنفيذ مشروع لتغيير التركيبة السكانية في عدة مناطق في العراق، وتشرف عليه بشكل مباشر جارة السوء إيران وأجهزتها الخبيثة في العراق. نعم. في موضوع آخر دكتور، في هذا التقرير الذي أصدرتموه في القسم السياسي، هو يتحدث عن انتهاكات القوات الأمنية متمثلة في قضية الضابط عمر نزار، والذي طبعا برأته المحاكم على ما يبدو في هذه المرة أيضا. إلى أي مدى ترى أن ما ارتكبه نزار هو سياسة ممنهجة للقوات الأمنية وتحرض عليها القيادات في الأحزاب والميليشيات، وليست تصرفا فرديا من عمر نزار ومن غيره؟ بالتأكيد، يعني لو كانت هذه الجرائم حالات فردية وقليلة ومن هذا الشخص أو غيره فقط لقلنا ذلك، لقلنا أنها حالات فردية. لكن حينما تكون هذه الجرائم كثيرة جدا كما ونوعا، وتقوم هذه الأجهزة الأمنية هي بتوثيق ذلك وتتبجح بنشر هذه الوثائق ولا تستحي منها، حينئذ ندرك أن هذه الانتهاكات هي انتهاكات ممنهجة، لأنها تريد تصب كما قلنا قبل قليل أيضا في صالح تغيير التركيبة السكانية في العديد من مناطق العراق، ولا سيما في هذه المناطق التي حصلت فيها هذه المعارك تحت لافتة ما يسمى بحرب على الإرهاب. والجرائم هذه أو الانتهاكات هذه بالمناسبة هي لا تتعلق المسؤولية فيها بهذا المنفذ، هذا الضابط أو ذاك الجندي أو هذا الفرد، وإنما هي مسؤولية تكاملية يكون مسؤولا عنها من شارك في هذه الحكومة بجميع أجهزتها، سواء الآمر أو المنفذ أو المخطط أو الساكت والحامي لها. أخيرا دكتور، وقفتم مليا عند قانون النفط والغاز في كردستان العراق، وسميت فضيحة في الحقيقة في بغداد، هو عدم علم أو معرفة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء أو وزير النفط حتى في حكومته بقرار المحكمة وحيثياته. نعم، هذا فعلا يعني دليل على الفشل الكبير جدا، ومن يتأمل هذا وغيره يدرك أن هؤلاء الموجودين اليوم هم لا يقومون بإدارة دولة كما جاء، وإنما يقومون بإدارة مصالحهم وملفاتهم الخاصة. وهذه القضية وهذه الفضيحة السياسية لها بعدان اثنان، من جانب هم لا يعذرون ولا يعرفون بمجريات هذه القضية القانونية وما يجري في المحاكم وما يتم فيها وتفاجؤوا بها، ومن جانب آخر حينما أعلنوا هذا التفاجؤ وما تسرب من غضب هذا الوزير وهذا رئيس الوزراء ما يسمى، فمعنى ذلك أنهم كل قراراتهم وكل ما يسعون إليه هو ترضية هذا الطرف وذات قضايا في يعني مصالح سياسية بين هذه الكتل، ومفاوضات من أجل إرضاء هذا الطرف وإرضاء ذلك الطرف لتقاسم هذه المناصب كما يسمونها الكعكة، وكل ذلك على حساب الشعب العراقي الذي ما نال من هؤلاء إلا الويلات وإلا المزيد من المآسي في شتى المنصات. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء العراق، شكرا جزيلا لك.